السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمحطة الجديدة نتاع فرندا اللي تقع في خط سلك الحديدية الرابط بين صعيدة وتيارة، واللي تقع في إقليم ولاية تيارة على كل حال. والمحطة هذه اللي انتهت الأشغال بها، وبقى يعني جزء نتاع الطريق هذا نتاع الخط سلك الحديدية اللي يربط إذن صعيدة إلى تيارة إلى تيسمسلت، مازال جزء صغير منه مازال قيد الأشغال ليكتمل الخط هذا اللي سوف يمتد إذن على طول الخط نتاع ما يسمى بالاروكاد ديو بلاطو، إذن الخط نتاع سلك الحديد تاع الهضاب العليا، واللي يمتد من مدينة سعيدة غربا إلى حدود مدينة تبسة شرقا. إذن في هذه المناسبة نعرفكم بالمحطة الجديدة اللي تقع في ولاية تيارة، محطة فرندا. إذن خليكم تتابعوا الفيديو حول هذه المحطة اللي انتهت الأشغال بها، والسلام عليكم.